مر حوالي شهرين على الشعور الرئاسي. هذا الشعور مبين أنه ما رح يتغير، هذا الشعور يمكن يكون مديد ويمد عدة أشهر إضافية، وهذه مسألة بغاية الخطورة بالنسبة للوضع اللبناني. حتى الآن فشل المجلس النيابي بتسع جولات انتخابية من انتخاب رئيس جديد. طبعا الفشل هو فشل مقصود، فشل مقصود بسبب النزاعات والصراعات الداخلية والتنافس الداخلي، إضافة إلى الرهانات الداخلية من أجل يعني إيصال رئيس من هنا ورئيس من هناك. بصرف النظر عن شخصية المرشحين الأساسيين، هناك مرشحين معلنين وهناك مرشحين غير معلنين لكنهم بمثابة المرشحين. المهم اللي بدي أقوله بهذه العجالة هي أنه الحل الداخلي ومحاولة يعني لبنانة الاستحقاق الرئاسي، يعني أن تقوم الأطراف الداخلية اللبنانية باجتراح تسوية داخلية، فشلا. واعتقادي أنه هذا الفشل هو فشل نهائي، وهذا من شأنه أنه ينقل الاستحقاق الرئاسي من الداخل إلى الخارج، بمعنى أنه الخارج الإقليمي والدولي سوف يتدخل أكثر فأكثر في هذا الاستحقاق الرئاسي، وأنه اسم الرئيس لنقولها بكل صراحة سوف يهبط هبوط الوحي على رؤوس هؤلاء النواب في المجلس النيابي. لماذا أقول أنه الاستحقاق الرئاسي رح يكون استحقاق خارجي وليس داخلي؟ لسبب واحد وبسيط، هو أنه أحد أطراف المعادلة اللبنانية هو عنصر خارجي وهو عامل خارجي وهو جزء من التمدد الخارجي داخل الإطار اللبناني، وأنا أعني بذلك حزب الله. وبالتالي وجود حزب الله، طبيعة حزب الله، وظيفة حزب الله، دور حزب الله، تكوين حزب الله يستدرج تدخلا من الخارج، يستدرج التدخل من قبل المحور العربي. وللعلم فإن المحور العربي هذه المرة موحد إلى حد بعيد، يعني موحد ولا سيما دول الخليج العربي ومصر، وهناك العامل الفرنسي الذي سيحاول إيجاد صيغة تسويوية في مكان ما. اعتقادي أنه الاستحقاق الرئاسي انتقل من الداخل وأصبح في عهدة الخارج.